السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سادة المشاهدين، احنا ما زلنا مواصلين معاكم رحلة الثقافة ورحلة الأدب، رحلة جمال هذا الأدب وجمال هذه الثقافة من خلال جلسات وإطلالات إجماع اللي تعودت عليها في الوقت اللي هو من الأسبوع، والليلة في ضيافة القينا العصا، عصا الترحال، في ضيافة الشاعر الكبير والأديب المتميز اللي أعطى وقته كله في خدمة الأدب والشعر واللغة العربية. عرفتموه في منابر الفصحى، إذا كان في النادي يبين كلامه فلم يكن يخشى اللحن حيث تكلم. أدبه وشعره تخطاه الحدود، تقاذفه فاس لأرض عمان، شعره محليا لاكته ألسن الطلاب وأبناء هذا الوطن بمختلف الشرائح وبمختلف الأعمار. فعلا عرفتموه على الساحة الثقافية والساحة الأدبية والساحة الشعرية الفصيحة. دافع عن لغة الضاد حتى كان رمز للدفاع عنها في هذه البلاد. الأول من أسس اتحاد الكتاب والأدباء الموريتانيين، وإن كانت فكرة الاتحاد كيف قال لي هو أول حد طرحها هو الأديب والمفكر الخليل النحو. لكن إلى جانب ضيفنا، والله إحنا هم ضيوف الليلة، أسوها 76 هذه الجماعة اللي من ضمنها الضيف الكريم الخليل النحوي، ويسلموا البية وأحمدوا البياه وشاعرنا الكبير أحمد دول عبد القادر وشاعرنا الكبير محمد كابر هاشم. ينضيف أنتم وتعودوا التقريج من الشيء عرفتوه به اللي قلنا ياسر من لما يري غير باقي ياسر، لما ينعت من عستك ياسر ويدرق ياسر، يا غير هذا المجال الله نقوم معه الليلة أنتم ما تعرفوه عليه. إذا أنتم تعرفوه، قال في ميميته التي يمدح بها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا خيبة الشعر والإبداع أجمعه والريشة البكر والتوشيح والرقم، ما لم يهم لهن ولم يذب بدها في حب خير الورى في البدء والختم. حق قال هذا، وقال معه كثير من أشعار قصائد العصمة غير ملي. هو اللي قال: ربي ذريت من أجلاش اليوم ويامس لامة والنكدة والتجلاش لاش برت ويوم القيام. ربي ذريت من أجلاش اليوم ويامس لامة والنكدة والتجلاج لاش برت يوم القيامة. ذلك كيف تشيله يغدى ليكم به اللي هو تواضع منه، ما قط نعت هذا الجانب الآخر من الفتوة اللي هو جانب الشعر الحساني، هي غير اللي ليه نستبر معه أغوار ذاك. فعلا ضيفنا، وإحنا هم اللي ضياع ضيوفه، شاعرنا الكبير والأديب متنبي موريتاني ناجي محمد الإمام. ناجي مرحبا بكم، مرحبا وسهلا، ومشرفين الحضور معكم الليلة هذه الأسرة الكريمة. ما عندنا قاعد له نقول، الأمر إليك اليوم، ما شئت ما قلت قلته، وما لم تقله لم أقل ما يقاربك. ذاك الله تبارك الله من فضلكم أنتم. أنا الليلة لازم في ترحيب ما هم تروش به اللي لا يكرم المرء في بيته، هذا بيتكم يا غير الله تقلت رشتي بي اللي نرحبكم نرحب بكم فيه. مرحبا بكم سهلا وخير، رحب بكم كباحث لا يشق له غبار، الله يجازيكم ويبارك فيكم، وكأديب وشاعر وكاتب كمربي اللي يشكش من الناس على انه هذا لا مغني، هذا مربي، هذا استاذ مادة علمية. تشرف. ومرحب بكم علاوة أكبر من ذيك باعتباركم ذاك البعد
العلمي والتصوفي والصلاحي اللي أنا بعد اعتقد فيه. الله يبارك فيك ومشرفين حتى بك. ومرحبا قال العريبي الفايت انها قولها باللفظ متحدون. والغريب في الابداع يا شيخنا اني بيك انه الى تمت الناس لا كل نهار تعلو تم لا بحيف تم لا ابداع تم لا ابداع زين حتى مرحبا قولها باللفظ متحدون لكنها باختلاف الناس تختلف. الله يبارك هذا ما خلق حد ما يقوله غير مثال لا بحيف زال لا وارد زين حتى الحسانية حد ما أخدمها ما أخدم اللغة العربية زين حتى به اللي حسب التحريات ودراسات المعمقة اللي فات قد يخلق منها إن أقرب لهجة عربي للفصحى هي الحسانية هي الحسانية سبحان الله. به الصل الأسباب الآتية موطن العربي اليمن واليمن العرب العاربة اللي فيه لغاتها ظفار فيه الشحرية وفيه العبرية والحضارمة الفصحى يتعلقوا بها اللامن يعودوا يقرأوا العلم وذلك يتكلموا به ما هو قريب من العربية الفصحى به اللي جذور أخرى جذر أصلية غير فروع أخرى. وإذن أقرب إحنا منهم الفصحى. اللهجة الشامية هي وحدها اللي تضاهينا بها اللي تنطق الضاد ضادا والثاء ثاء والغين غينا هي وحدها اللي تعثر فيه عيات الضاد معناها الزاي تعثر فيه دون ما هو فصيحة عندها ايه. وما خلا ذلك من اللهجات العربية كاملة ما باس قاعد يبعدوا هذه العربية كثيرة هذه العربية كثيرة في النطق وفي الاستعمال زين حتى إذن هذه الحسانية الحسانية هي أمها هي عربية هي البنت الكبرى للغة العربية من بين كل اللهجات اللي من بين كل اللهجات العربية زين حتى وهذا على ذمتي الحمد لله هذا ما شاء الله ايوا باش نواصلوا فيه ياك نبردوا فيه الأخلاق ما طولنا الحسانية جميع اللي نطقوا به العرب الجيم فيها زين الجيم المصرية اللي تقول جمال احنا عندنا دائرة 25 كلمة الجيم فيها عدد كاف مصرية زين كيف تقر 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 تجر كيف الجلج الجلج اللي كامل كله هذا كامل كله حساني وكله فيه كيف انزعج اللي هي انزعج انزعج زين حد كيف القاشوش الجؤشوش الجؤشوش هذا كله كله جيم مصرية أنا هنطقنا احنا هون جيم مصرية سبحان الله مضاف إليه علمنا بعض مناطق موريتاني القرآن ما تقرأ ما هو بالجيم الجيم ويجيبوا عليها شمن شيوخ ما متفاصل فيش قرأنا كتاب الله بالجيم أولا لكن بدل الجيم بالجيم إلى آخره كذلك القاف القاف نتعامل معاه تعامل الجزيرة العربية بحالته قال قال زين حتى عود القال هي دائما الكاف المغمضة ولذلك نقولوا قاف وهم يقولوا قاف وهي القافية القافية حق وقال قافون القافية وقال اللي هي وقعد اللي هي قاعد قعد اللي هي قاعدة زين حتى إذا كان كله يدل على أنها كله يدل على أنها أخذت من كل لهجتين بمقدار وأثبتت جدارتها بأن ما ينطق عربي شيء ما لحقوا ينطقهون حتى أن عينا نضحكوا بعضنا يضحكوا بعض يقولوا نقول العال للآل للآل والعرب ما نطقت همزا إلا نطقته عينا قاع بعد قاع مول إذن على ما فيها قاع ما هي غلط ما هي غلط زين حد هي للعمرة من الأمرة واعتمر اعتمر من المؤتمر زين حد قالوا معتمرون ومؤتمرون زين حد إذا هذا كامل يدفعنا لأن نحافظ على الحسانية. ابقى من مشاكل الحسانية اللي فارض علينا احنا كورثة لها وككيان هي السائدة فيه أن ندافع عن الدخيل دخول الدخيل فيها. زين حتى. هذه الحسانية اللي أنتم تبارك الله تعرفوها وهي لغة الشعب المستعملة عاميته. اليوم تجبر الرجاج في السوق
يقول لك أنا جيت المرسى وشريت بون ماء، زين حد درت كريدي. هذا مثل مساله غريبة على الحساني. وهذا مو الحساني. زين حد زين حد يقول لك جينا لقسنا بيسري وشرينا بومو أورانج وشرينا ياور. هذا كان بالكلوب. هذا منين ما نتعامل معاه كيف تعامل الدول اللي بحضارتها زين حد خلال فترة قليلة. كيف ما كيف ذا النوع من المصطلحات اللي دخيل وظاهر عنه دخيل وعاد مألوف، كيف يوقفوا أمام الباحثين وأصحاب مثلا الأهداف النبيلة من أجل تنقية هذه الحسانية، كيف هنا يوقفوا أمام باحث؟ شنو هي الوسائل؟ بالعطاء الفكري. العطاء الفكري. منين يعود يشير يوحظ من المدرسة يقول الموز ويقول العنب اللي ذو بعد الذهومة جايين في الحديث وجايين في القرآن. حق هذا. ويقول السوق. ويقول السوق. أراه قاع المرسى أنا قابل المرسى من المرسى حيث ترسو السفن. إلى تلحدي لودلها بعد. هي قاع هي الأصل هون. بل منين كانت ترسو السفن الأوروبية. حق الله. هي اللي كانت فيها البيع والشراء. ما هي عايدة جاية من مرشي. سبحان الله. زين حكيت. جاية من المرسى. مرسى. ولذلك روسو هذا اللي عندك جاية من روسو. روسو جاي من روسو البواخر. روسو البواخر. زين حتى زين. قول لي همي في القارب كنت نجيب صرايعة أخضر وحدو من صرايعة أخضر وحدو من راح البارح وفتيل وخريب وبيش من المسك وسرع. هذا كان ماشي وعد القارب. وعد القارب اللي هو بل السفينة. مرسى. السفينة اللي له يجيب الأوروبيين وفيها البضاعة ولا يجيب هو علكو والله حيوان ويبادل هذي. زين حتى إذا الروسو من الروسو. الروسو من الروسو. زين حتى. والمرسى من المرسى. من المرسى. زين حتى. إذا منين نعود حضاريا ما نقدر نتعامل مع الأمور الحسانية اللي هيتوه. كيف وفينا من لوكيل الموريتاني. زين حد. انتظرك يا شيخنا. والنبي. أغنى الأغنياء في موريتاني ما يقد يعدل لك عشوة وطنية. 100%. ما يقد. ألم يقولنا عن هذا عن ملاحظات دقيقة ويلا الناس تنتبه له. من يعود ما يقد يعدلها معناها أنه لا يقبل معروف اسمتي. احنا دركت اللي نوكله ما فيه وطني ما في اللحم. سبحان الله العظيم. والناس منين تتخلى عن 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 معدتها تخلت عن عقلها. زين حد زين حد. هذه مشكلتنا الكبيره. حقه حقه. قال واقع الحال وانت مربي الحمد لله ان يشير اللي يعرف الا اللهجه ما يعرف معاه الفصحى رصيده من نية اللي يدخل المدرسة تعود رصيده 3000 كلمة. وثلاثة آلاف كلمة لا قدر اللي تجلي الشيد. بينما الأوروبي عنده 3 سنوات يدخل الروضة فاتعت عنده 16000 كلمة. 16000 كلمة سبحان الله. لأنه علاقته مباشرة بلغته الرسمية. مباشرة يحتك بها يوميا. بينما كان سابق دخول الاستعمار الولد العربي المسلم من أي الحاجة 7 سنوات يعود عادي يحفظ نص القرآن الكريم. أكيد. هو القرآن الكريم 50000 كلمة. سبحان الله. معناه أنه عاد رصيده 25000 كلمة. زين حد. إلى عاد 14 سنة عاد بايع فيه يكتب الألفية 1000 بيت. رصيد مزاد. زين حد. إلين يوقف القرآن يعود عاد عنده رصيد من 50000 كلمة. طاهرة زين حد. هذا لا يعود عبقري. عبقري. الذهن ما تلحد شيء. هذا هو الواسع. هذا السلف كان غني. كان غني من. هو الواسع السلف كان غني. من الكلام ومن العلوم. ومن ما هو لاجئ الكريدي. فصاحة. ما هو لاجئ الكريدي. ما هو لاجئ الكريدي. لو لاجئ إحنا تعرف إن بداية مجيل والسفن هون الموريتاني. البرية اللي هو السيارات. الله. يقولوا كراع الوتر ما يقولوا لولارو. ما يقولوا لولارو حق كراع الوتر.
وذكرى الوت انا قاعد قلت لي وخنافر الوت خنافر الوت صحيح الحقنا الى هون نعرف عام 77 78 الناس يقولوا لك لهين وسق لهين وسق اكيد تقولها الناس ويقول والله مش بوسق وت حقه ما مش بشرج بارك يقول لهين صرج سبحان الله هذا هو ما قال فرنسيه زينب اللي يقول في شرجي ولا قالها وقالها خاسر معناها على النوع من يعود مثلا نفتح خسرت الغراب في يتعلم في 10 اخوات خسر اي شيء انا سمعت النهارات الشيخ يخبر انتم في في اختصاصكم من طاري هون غنين قالوا شو سيكول هذا ما هو غنو له ميكانيك غنو له ميكانيك عشان لا من اللي كنا نقوله عنه غزو لهذه الامه ولشبابها ولابنائها اللي عادوا قاع مات لا وخارجين كيف كنت تقولوا وقابلين وقابلين وإذا ما هو وإذا ما هو يعني عندكم كنت تقولوا عن قلتوا عنه بالفكر وهو هو اللي التحدي يقف امام هذا النوع فهذا بعض تفقدت عنهم اللي كنت تقولوا بعض على عن هذه الكلمات كلها من اصول عربيه اضطريت على عن حتى هذا اللي يقولوا القران جوجو عن قوقو الرجل الفظ العظيم تمام قابوا منهم القوقو تمام قال لي حد من أهل هذا التراث من هذا الفن قال لي عن العرب كانت تقول كثيرا ما منين يعد الحد روايه كبيره جميله يقولوا افقرشي هذا وجاتي فقرش عاد حد تفقرش يعود عد روايه زين هو فقرش فهم ذاك القول وفهم من ملي القول على ان حد انه فقرش على انه يفريقش هذا اليمني اللي شاف الأقيال اليمن لتونس ملدي. وهي اللي أعطاها لتونس اسمها إفريقيا إفريقيا بذين حتى نفريقش معناها عندها بعد كامل كانت أمه اللام اللغة العربية اللام واللغة العربية سبحان الله العظيم اللام واللغة العربية سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم على الرغم من هذا أستاذنا الكبير ناجي هذا وركت إياها على الرغم من هذا ما شاء الله ثقافة واسعة في هذا الفن اللي هو وفي هذه اللهجة اللي هي هذا وركت يا الكاف اللي حكيت ومستهين احكي شيء ثاني هذا وركت يا الكاف فك يا شيخنا الاسواق الناس هذا كثير قافل هذا كثير قافل اللي انتم وقفتوه ظاهر عنه ببير حقيقي ربي دريت من اجلاج اليوم ويا مسلامه والنكده والتجلاج لاش برت في يوم القيامة هذا وركت يا الكاف اللي ما قد شافوا الراي العام انتم كنتوا ما بين تحكوا لهم ولين حصلونا احنا وعود عندنا الحظ والله الاسباب اللي عندكم ما قطعتوا لهم على الرغم من الثقافه الواسعه شوفي هذا هي انا معتبر على ان الاختيار الحياه اختيار واختصاص حقه ومشكله مجتمعنا انه هام وعود ما يرد لوح خارج شنو الواقي يعطيهم ولان يتقاد واصراعوا ميداني قليلا ما تحصل زين وخارج شنو الناس يا الله يكتف بمركز الامتياز مركز الامتياز زين حتى انا بالنسبه لي مختار عبد الله السالم بالنسبه لي الاستاذ والوزير عبد الله السالم وللمعلم أوتية ولو جايبها من الخلة أهلا الله دقادي لأصراع الفصيح والعام الفصيح والعام زين حتى غير كم عندنا من عبد الله السالم المعلى لا واحد زين حتى مزاحمته في حيث ممتازة قدر من شغلة الأقراب نشدين أخباره حقا زين حتى معناها عندي يكتفي إنسان به ذا اللي قد يعرف هو في راسه اللي قد يدخل فيه زين حتى ذاك هو أنا فيه احنا ظهرك الظاهرة فينا غريبة وعجيبة انك ما تشد اخبار تقعد في جماعة البيضان وخلينا نقولها البيضان بالنسبة لي انا وهذا اللي يتوافقوا عليه بي اللي يقولوا القانون اعلن العقد شريعة المتعاقدين زين حد انا بالنسبة لي بيضاني حد تنهوله النيفار زين حد وتهزوا ديم ويتكلم الحسانية وراجله يلبس الدراعة ومرته تلبس الملحفة زين حتى هذا أنا ما رأيت شيء لو رأيت اسمي قد يشمعوا ما هو البيضاني نقوله زين حتى غير بعد هذا لابد من يعود ذهو لو خضنا نجبره له اسم آخر إيه وكانت ميزته وحده
إن قال لك فلان متبيضان والناس بيضان والديقة ما هي خالقة. زين حتى السلم، السلم الأهلي والتعايش السلمي. ما يشبر من شيء يعرف به ما هو إن الناس بيضان والديقة ما هي خالقة. هذا زين حتى، هذا زين حتى. معناها أعرف أعلننا من كيف ما اختلفنا ديقة بعد ما يبي. ديقة ما يبي. هذا المجتمع البيضاني في ظاهرة مقلقة. ظاهرة مقلقة أقوى ديقة. ثقيلة ذيك الظاهرة. انك جماعه منين تدخل فيها وتشد اخبار الذره كل حد يقدم وجهه نظره فيه. في الذره والايون في الذره والايون الموجب زين حط اقعد في جماعه وتكلم عن الفقه ذيالك فقهاء كاملين تكلم عن الشعر هم شعراء كاملين هذه واذا ما يصح ظاهره مقلقه لا بد يعود فيهم ورقاش شاعر ولو خرما وشاعر قط قالت المرحومه تيمي قط نداها حد هذه الحكاية هي ما حكايتها علي رحمة الله عليه غير رويت لي عنها ورويت لي عن أم اللي وقنومة وخار من أقاني فلان الموريتاني نداها حد من الطابق أم اللي اللي عنده شيء قد يعطيه للناس إلى نداها ويبغي حتى الموسيقى ومنين قالت شور واعر رغنة فيه قال له قولي لكن ما ليه يقول جاه ما يقدوا إيش قال شيء ما قال شيء ما ينقال جت مثل الناس قالت له اني قد رجع شعود بوقيات ومطاب قول اغني الغنى ما لابد منه انا سدانا بسبي الغنى ما لابد الغنى فتوة والله جزء من الفتوة ولا لابد منه قد حد لا يعود راجل مطابق ما عاد يغني معناها عنكم سيادة معناها اني ماني مغني شاعر شاعر الكبير معناها عنكم كنت ضركة تجاه هذا اللي راضين عنه من الغنى لاحق ذي المكانة في الشعر تعود معدني ذي الشعر ومالي ولا بها باس الا ظاهر لان خير حد يتم مخلي الناس اكثر امتياز منه شوف الخالق حد يتم يقعد دون بلو زين حتى الله اليوم زين قلت دل كنت وبعد ما شاء الله في هذه القطعة كامل قاعد ما شاء الله مرموق واحنا معتزين به حركت ياها حركت ياها وهو الحقيقي به اللي هذا كيف قلت الغزو اللي هو اللي غازي هذه 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 اللهجة وهذه اللغة اللي هي هو أخطر شيء عليها تم هذا من شيء دخيل 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 تم لا ينزال يعقب قاعد يكتسح علينا وهذا هو اللي فهمت هذه القناة الموريتانية وعدلت هذا المنبر وعدت قاع الثقافية وحدها خاصة بذي الثقافية كاش ياك تم الأمور كاملة راجعة للأصل زين حد ومشجعة فيها المبدعين والأمور كاملة هذا ركت إياها القاف أنت قلتوه أنا له قرر على أنه قال بعد غير أني قايل وما لو داري قول أنا عنكم هذا الكهف لا نقول أنا أكون في أيام هنا ساخنين حتى من أيام الجمر 81 حاجة بالمعتقل شوي أنا في الإقامة الجبرية حق الله الله يلقى خالق راجل قال له الحضرمي والميداح فنان راقي راقي ورائع ومثقف مثقف الله وتحية إليه تحية إليه تحية إجلال وإكبار وإحنا كاملين الفنيين والمقدم والأستاذ والله الله ماشيين له تحية حقيقية مستاهلة أكيد عيد على يدكم قط حكينا طلع في مرحلة معينة هو كان شيخ كبير ومازال مازال والله وعنده عصرة نسخر منهم يغير بعد إجازين ولا قابلين نعود صاحبهم إن شاء الله قال لهم طيور هو مشينا للنواكشوط انا جيت نهايه 74 حق الله هون للنواكشوط اول مره نشوف فيها نواكشوط يا غير بعد تبارك الله راجل من السنغال والله شو وكانت كان منزل الحد مربي سامي كبير واخيرت فيه نهل نواكشوط وتجيه الناس وتجي عنده على سيده نواكشوط الاولي والله والله ناس كامله وهذا مولي من قيم هذا البلد تكوسو بل منين خالط وشافت شافت المرتع المرتع تقعد وتوه البلد ولد اهلها والله يتوه ذاك هو شبه اسره مفتوحه كيف الخيمه اسره مفتوحه وعقب ذاك الولد اللي كنا نجوه جاء قرار على انه لا يتدقدق الدار ولا يتدار بلده داره
هذه درك الإطفاء، اي والله الحماية المدنية، الحماية المدنية. الحماية المدنية لهنيته ألمانيا. وعاد حد من الطيور يقول نعرف دار زر البريد بالقضة من عاقب المسيد، ذيك الدار الحي المجيد واسلعتها من لو كارم تنمنها وشد صيد، جيت مجوليها الأصفرار واخذ منها طريق جديد، وبلدها عاد في دار من الحديد لا من الحديد فيها وتات كبار كبار زين حد الله زين. وانا بعد وهذا تحقيق لعادة تطفي حق النار، انا بغيت تطفي عني حريق بذات وهي ذيك الدار. زين حد هذا حد من الطيور، حد من الطيور ما يكون فاقدين اسمه. ماني فاقد. هذا من من عفويات النوع من الامور زين حد اللي يحدد شيء ما هذاك من خلاله نقدر نعرف ذيك البلد ايش كان فيه. ايش كان فيه بالضبط؟ عاد كانت فيه، كان بعد قاع فيه، كانت فيه اسره ذيك هي مثلا، ما هو قاع ما هو مكان عام. اي وعاد تركت اياها في الحمد لله. هذا 81 هذا ما نظر هذا 75 75 هذا هو اللي زمن اللي قال فيه القاف في هذا هو زمن القاف. القاف شو 80 حتى كل جيل سابق جيل كيف قلتوا يعود اكثر جوده غنى بهم اللي اكثر احتكاك بالحسانيه. والله تقول قبي والله والله ناكله فيها ما زالت مثلا صافيه، خليك ما زالت زلال زينه. ذيك ذاك وهو اللي بس تعود اجود وتعود اكثر امتاع. هذا ركت اياها الاغراض الموجوده في الشعر العربي وانتم ادرى بها الحمد لله. هذه الاغراض اللي موجوده اللي في 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 في, في الغنى هي اللي نفس الجماعة. ما فهمتيها بعد لها ما فهم فرق، ما فهمتيها فرق، ما فهم فرق. سو شنو اللي خلق اللاعل ان الحسانيه غناها مواكب الحركه المدنيه؟ احنا ذاك حد له تجليات، احنا ذاك حد حد احنا ذاك النموذج اللي له يغنوا عليه التركة. الشباب اليوم اللي فيه ياسر من الطاقات يغني على نموذج 1900. والله يقول الشعر عندنا الحق لين السبعينيات، وهو النموذج عنده مروه القيس وتاع 14 زين حد زين حد. بينما المفروض على ان حياته اليوميه تنعكس على ذا اللي يقول اللي هو ما يعبر عن مجهول ويعبر عن معاش. هذا 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 الهاتف النقال وهذا الجهاز الكمبيوتر الحاسوب ما رأينا غناهم زين حتى. المصعد الكهربائي ما رأينا غناه؟ منين تقبل خطوات الفن الشعبي الشعر الشعبي المصري ذا هو رافق القطار وتماشي معاه إلى اليوم زين حتى. ما افتعلها غير عاشها، هو عند منين يفتعلها تعود ما تتخالق زين حتى. هي الافتعال ما هو ما هو انفعال، ما هو انفعال زين حد. الانفعال هو اللي يؤدي ردة فعل إبداعية. ولا بنقول لحميدا منين قال طلعت لي فيها ورق بنانة وطيور، يعني ضابط يوصف فيها كيس صندوق موز جابوا حد حاسنوا به طرحوا وذا هو مصورين عليه طيور سبحان على شجرة موز الرجل العظيم. قلت له يوصف ذاك من خلال التجربة. قلتم جيه لنجير، نجير تاجر من لبنان في كيس، وهو اللي يجي هو شنو رجل البيضان يردون عنده الدين قيسوا بها باتيك هم من يموت الشهر والله الفترة المتفق عليها جور الدولو. ونجيب هذا قطريت ولد عمه في بيروت حق الله الله وين قالوا نجيب يا البيضان يستور استروا ولا سامي بالعجله شك انه قالوا نجير. جاء هو ودور عنده الشي ولا عدلوا له بالعجله اللبنانيين اسره تعود تشتغل كامله والله والله. قلت يرضى علينا وعليه
لح الله لح التجارة. الله التجارة تكلفتنا معاناة المسير إلى نشير وإظهار الوداد له على ما نكن من الخبائث في الضمير إذا قلنا حوائجنا تصدى وفي إلى سعلى أو الناس جبرنا أخبارهم قبال جبرنا أخبارهم حقيقة بالوصف الدقيق أقوات يا غير ملي نم عليه قال الشاعر ونم عليه دمع مستهل جموم ليس تنسحه الدلي حنا ملي نم علينا همومنا زين عرفنا على أن العبقري له كان يدور الدين من عند الخلطة والله زين حتى زين حتى وذاك اللي يخلق للدين يخلق ذا كامل يخلق ذا كامل وهذا اللي يدل على العبقري وأصحاب مثلا المواهب الكبيرة عنهم قاع معهم مرتبطين بالثراء ذاك حق قط قال لي محمد بن سيد إبراهيم رحمة الله على روحه أنا دائما سؤالي في الأمور نعود موثقة حتى جيدة به الدين عام 97 في مكتب صديقنا وأستاذنا وكل شيء بالنسبة لنا خاطري والجدو ساعة وزير ثقافة وعاقب له باطل الشيء وبالشيء يذكر عاقب له يقول له يقول له راجل من هذه بني يعقوب قبل ما رينا علامة للثقافة واللقافة للثقافة كون اللام عالي وزير الثقافة زين حتى طال أخرت كون اللام قبل ما رينا علامة للثقافة واللقافة للثقافة كون اللام عالي وزير الثقافة زين حتى قاع معلوم معها طلع أنا المدح ما من الوعد ما وقع الخطر ما يا الشاهد على النذر قال حق زين حتى زكي النذر قال حق والله المهم احنا كنا في مكتب خاطري وهذا من دليل اعلن وزير ثقافة وقال لي انت من رافع عليه ظهرك انا مستشار وطن بعد اللي سولوه كانوا رافع عليه معاونه اللي شرف عليه انت معاه عقب الساعه 2 قلت له لا اله عاد محمدا قام والله لو اخذت تلفا مشينا لمحمدا وشانا محمد فترته الاخيره مشيت خاطري هو واصدقائه من اللي ذا على ولي قال لي انه اصلا ما هو شداد الاخبار اصدقائه اللي ما هم متوافقوا معاه اصلا اللي هو محمد محمد هاي فترته السنوات الثلاثه التاليه الأربعة لا به الفضل والمسالمة لا والله لا خوف يقول في خوف يقول هم مشي ما هو بلو حق حق لا الراجل طه الله تبارك وتعالى رانا مرحمين عليه مرحمين عليه اللهم اغفر له وارحمه عميد طه الله تبارك وتعالى شنو دماغة الخلق عجيب والقناعة وملوسية ثلاث أرشي ما قد شفت حق وقت حق وقت سووا له خاطري سووا له بعد خاطري قال له ولا ابنه قال له شو ماسي عندك؟ شو ماسي عندك؟ قال له اعطاه مولانا شيء ما قد خلط في راجل. الى ذا الحد قال له حق واحد قال له شنو هذا اللي خلط فيه؟ قال له زينه ذاته ومغني وشاعر وغني وذراعه معلوم. سبحان الله. من ريب الزمان وما اعتداه مقامي فيه. دقانا بلا إذا دقانا بلا مقام كني من حافلي وأوامر أنزل في درج الكلام من الفتيان زاد ومتقادين صراع لهي لهي متقادين صراع في الأدب شو سلا نقول لك شيء على ذمتي ولاني شاهد عن الناس أنا بالنسبة لي أول حد سابق الحداثة يقول شعر مولي ثاني هو الابن عشوبة هو ناس الأخرى قالت الشعر العربي هو عاد بيضاني حقيقي قال الشعر البيضاني لك هو الحق أنا يحيي هذا لطيت من طول الدهر نجيها منين نجيها مات ليت نعرف جيها نجيها أصل زين والي أصل زين والي أنا يحيي جيت حاك الله الحق ردوا بين يديها وشفت يديها من قد ذاك وزالوا بعد يديها ومن قائل يقول الله الأسكي يديها شاكع لأنها هي طاه وهي ما هي طاه بين يديها ويديها زين حتى حد يقول حد يقد يقول بالفصحى حد يقد يقول بالفصحى فلله جمل ما أمر لقاءها وما أعذب المرين إن رضيت جمل حق سبت لبه من بعد كبرته جمل ففي جفنه وبل وفي عقله خبل وفي صدره نار من الهم تلتضي زوافرها تعلو وتسفل ان تعلو هذا يفكر هذا ما قد يقول والله ما مخلوق الله لكن اولاد سيدي بويا قضيتهم مع اولاد سيدي بويا حق اولاد شيخنا في اللوقه
وراني لكن بل عندي قضيت معه الهدار معاه المختار الصف المختار وفاء لسيدي بوين وفاء لسيدي بوين. هذا هو الوفاء اللي لو دولته الوفاء ما وعد احنا السماء الفاش مرقناه الا وفاء يهودي الا وفاء الا وفاء الا وفاء والله الا وفاء اجبار له اجبار له في المرصة مرصة اللوقة طارح نفقته له ما هو راي يشير فدها عليه ودفعت شور اولاد الشيخ بننا قال له ما هو عاطيكم ولا نش اعطاكم ولا نش ما ينشبرك ما قط الشاف الا ابنه ده هو يتليع قال له المرصة كيف انه ذا اللي جاب داره كامل في النفق ولا رباش في الفدوى؟ الله الا حق الله الا هو طيب بعد ما تمكن من حزوم يراقيه الرحل واحكم تجريدي وشابت مثارقي وخامرني الايمان والعقل والنقل والله الا حق هو اللي هذه 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 القصيده وغيرهم وغيرهم في الجود فرع وهم اصل نعم والله والله هذا تعرف ما هو ما هو ما هو اقول لجمل والاحبه هجع ايه وقد فات جل الليل وانسدل السدر أيا جمل لو تدرين ما بي وفيت لي ولم يكن في وعد وأت به مطر لا إله إلا الله وقالت منحت الود والحب غيرنا ورمت محلا لم يكن حل من قبل فقلت لها والقلب تغلي شجونه وبالحق بالأشياء تستوضح السبل لأبناء بننا السماحة والفضل ومحض التقى والجود والحلم والعقل وفيهم معاني من معاني جدودهم مشاهدة يسمو بها القول والفعل فهم غرر الأنداء في كل مشهد وغيرهم في الجود فرع وهم أصل سداة حماة لا يمل جليسهم ولم يكن يخشى أن تزل بهم نحل أحاديثهم تشفي من الداء كله وتنسي كما مجت بأبجاحها النحل ولا عيب فيهم غير أن نوالهم على جاري جاري ليس ينقصهم ومشى فيها كثير هذا كثير كيف قلت به اللي الراجل مغني حتى تنشم فيه قبال وتنحس الأدب والشعر الموريتاني البحت توف يخليك يخليك هو غالب موريتانيا الحقيقيه يخليك لي هذا من ادم هذا عشي غزله موريتاني ونسيبه موريتاني ومديحه موريتاني والله الا وحتى نهجاء موريتاني والله الا حق والله الا هذا هو الحق به اللي احتك بلغته ما فيها كريدي وخلق ولا فيها مرشد ما فيه مرش ولا فيها شي نديروا وخلق منها إبداعه مباشرة حق قلعوا منها ولا من ظاهرة تاريخية تو هو وصل إبداع ظاهرة شوف هاي بركة يا الراجل اللي يقول هذا في الشعر العربي كيف قلت على ذكر محمد بن الحميد هذا الراجل اللي يقول هذا في الشعر العربي واللي انتم شهدتوا له وكفات وكفى قاعد شهادتكم انتم له ما شاء الله بهذا بهذا اللي قلتوا له قلتوا عنه هذا الراجل هم بسم بسمها ذعرك عذب وابتسامك بارق فهل لي ثوان بين العذيب وبارق فلا تحسبن الكعك كل مدور ولا كل طرف لاحق شأ ولاحق تحسب لي في الشعر شبها ألم تكن نظرت إلى مرويه في المهارق فكيف أجارى فيه وهو سجيتي وأخذه من بين جيبي وعاتقي ومعدنه في جنوبه عرصة داره مجرى عوالنا ومجرى السوابق فمن كان مصطاع الهجاء فذا المدى ترى ما تنكس وها أنا ذا فلياتيني بمسابقي مين فاتيني الحق هذا أكثر راشي نرفت يا سيد الرئيس أحكي لكم هنا تياها قطاع منين تسمعوا تشكوا عن الراجل ما عنده علاقة باللغة العربية ومل هذا بعض شاهد الذي قلتم كيف تشي ما عنده أي إلمام باللغة العربية رجل توف مغني مستقل يقول له الشيخ المكي هو قال عن بغي لك أنت إبراهيم الفنان الكبير العظيم أنت إبراهيم عن بغي لك لأت داخل صدرايا كنت والله متدرج بنت شكي بنت شكي حاجة اسمها شكي عم بغي لك لأت داخل صدرايا كنت والله متدرج بنت ترى عيني نبغيك حقيقية أنت إبراهيم الصديق وعن ذاك اللي عدلت امسقري ارايك نبغيك ولاني خاش صدرايا عن بغيك ولا قلتي لي باش نرضيك 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 صارت من امتى لا اله الا الله صارت الكلمات اللي ما فيها لا اله الا الله اي تنافر متواليه كامله لا اله الا الله ما فيها كلمه بعض من كلام ولف اللي هو ساكن فيهم ما فيها كلمه كلام ولف هو ساكن فيهم قال الشيخ المكين وفتاة زين الله يلحقوه هو بعد فتاة والله قال محمد في التجاد قال انه العراق ما هو متدرج عاد متبجر ومسقريك عن ياسر فات وراد
وانا نبغيك عليك بالمرأة اني زاد نبغيك ولا نبغيك تنغري بقوي فات من محمد كافيك هو واسد فات غيرك مر واسد ذيك لا اله الا الله. شفت هذه فكر به زين. شفت هون ده ينبه على الروايه انت تعرف منين نقرا ذي المعاني ذي بالشعر الفصيح ما هي شعران يجل الحد ما هي شعران يجل الحد سبحان الله. يعني منين نقراوها بالحسانيه تعود عورة باينة بالضبط سبحان الله اتفقتم مع الشيخ والعلامة الجليل حمد قال لي مباشرة قال لي مباشرة عند منين نحكي بالحسانية يعود كيف الشيء كله عورة ومنين ما ينحكي منين نحكي بالعربية ما فيه ما فيه قال له الشيخ قال له معناها محمد لابنه يا اخي اذا كامل تم الدوب والله الله واذا كامل تم ماشي هم اصحاب حتى انت ابراهيم يمغنيك اللي مطميم عليا ولا شيء مرضيك مونك فيك شيء مزين ابراهيم انا بيه مرضيك وانت هي مراد نفسي نتهتم بيك وانت خطي زاد رقص عليك والشيخ مشيم لك رقص عليك فيك مهمة كان في شد الاخبار والشيخ مشيم لك تراي وزين لك الكلام اللي قايل لك ما يبغيك يرضيك حد ولا يقبض لك لكن مرجع يبغيك مرجع ومن وإلى شريتي له في الصحبة ما يخيك وإلى قصرتي له قاعد يقصر عليك جرت ما قصر ذا كان كامل جي كامل جي غير الشيخ قال له حافيتك باللي كان في رجل طب الغيوان بطريقات وقفة ما يكون محافيك ترى غزلي التتبان وأنا كنت أعدي بيك ترى على المكان في شان كامل يزيان علي سكات وأنا نرى على المكان زدانة وتحيكيك لغلى غيد الشعار بجر وقصار كانوا منك تقصار أظفار الحد وذيك ما صار الظار يا خي الحد ريك عن ياسر من الاخبار قولي انا مالك ريك قال هو سمي اللي نبصر سمي اللي نبصر بقصار وبجر ايه ماني بيه مكسر قد حالك ومسقريك تقصر عنا قاعد واسيك ما انت حد وخر خايف باطن مغنيك كسر قد حان الله الله اسمع مكسر قد حان هاي ما هي كيف مكسر قد حان هذا هو اللي ينقال في الأدب الحديث كيف تعرفه الرمز لحاله زين حد حد ما يعرف مكسر قدحان ما يقدر يفهم هذا النص ولا يقدر يقوله وحد ما يعرف مقصر في الرقيص وشعر فيه وشعر فيه ما يقدر يفهم هذه زين حالات زين حد وهذا هو اللي خلق الأدب الحديث يحيل إلى الذاكرة المعرفية لشعب ما ومجموعة ما ويعود الإبداع من خلال ذلك زين حد هي لحاله الرمز إياك ما هو كيف قلناها إلى جيت المرصة وقلت الحد بشي موزون إنه يبيع لك دراعة هذا ما هو إبداع زين ما هو إبداع زين حد هذه لغة السوق لغة السوق وطوف لغة السوق يا غيري لا وصلت لأنك تحيلنا المرحلة البيع والشراء في ذاكرة الأمة وفي ذاكرة الشعب وفي ذاكرة المعرفة يعود فهم فيه نوع من التشويق تشويق للمتلقي من, من, من إشغال الذهن بحالة إبداعية ما كانت مجبورة ومعنى رمز معنى رمز زين حتى زين حتى العقل تخطى له حدوثه وال 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 والأغنية إلى مرحلة القصيدة الطربية زين حتى والقصيدة العلمية والقصيدة تحيل إلى عالم معرفي شفت هذا الخلطة اللي زاق له القفان اللي زاق له القفان كلهم قال له لو خرش ما يوفه قل من يستطيع أن يوفك رمزه حاله عجيب سبحان الله هذا هو اللي صعب شوي مشحون خالق راجل رحمة الله على روحه عاش 25 سنة لا 25 سنة يا غير قال الشعر والغناء حدود 8 سنوات عمره 8 كان نابغة كان نابغة موجب لحالات يقول لا ريت قافع لجد ذايق هاك من الكرايم ذاك القافع اللي أنا بد والمحمد العبد الدايم والمحمد العبد الدايم حتى على جد جد معناها بعد عنه ما هو ذايق هاك من الكرايم هذا هو مصطلح صوفي دخلناه زين حتى دخلوا في غناه دخلوا في ادبه وقالوا في قاف مقيول تيقيول تتغني يا تلايم زين حتى معناها كلها يغني على ليلاهو
قلت له الله اكبر صح. يدخل نيته لا يعلن 20 شوار البيضان، وهو يغني في وهو صوف يغني حتى صوفية صوفية. روحانية وعالم آخر. ايه صحيح صحيح يصير حتى ايه معناها ان هذا هون هو باش تفاصل العبقري وغيره. وغيره. ايه لو هو خرج أنا به القارقع كنا محمد لا يصح القليل دون بيان، وبعان بديعة وبديعي كجناس ملفق أو جناس تم أو لمحة من التوشيع أو طباق أو لف نشر أو إرصاد بديعي التلميح والتنويع، لا إله وسوى إلا ذاك من بديع بديع حسن في التشجيع بديع بديع، راه ما قبلها تعود إلا بديع إلا وحده. بديع حسن. بديع بديع معناها مبدع، معناها منين يعود الأدب؟ ما فيه ذا يعود ما وخال يعود قلتو. مخي يعود إلا كيف قلت كلام سوق هم البيضان يقولوا فلان بدع، بتاع والله يقولوا حقه يا أيها الشعراء وهل من لوذعي يهدي حجاه لمطلعي لم يبدعي. إني همت حق بعض لم يبدعي لم يبدعي ما قد يبدعوا روى كل شخص دي ذاك مطلع بعد مطلع عالم، عالم عالم علامة، وأخيرت علامة من علامات النبوغ في ذا البلد لا تتكرر. لا تتكرر وأخيرت سؤال الإبداع ما هو اليوم هو على اليم وهو راه ما غالب مطلع ما الله يغني هذا ويبدع يضحوا يا أيها الشعراء. وقال أيها الشعراء كاملين وأزمة الإبداع مطروحة من زمن عنترة. عنترة قال هل غادر الشعراء من متردمين أم هل عرفت الدار بعد تو بعد توهمي. يا دار عبلة بالجواء تكلمي وعيمي صباحا، دار لا عبلة واسلمي. أقبلت والله إلا والله إلا باحر منين طرح السؤال أبدع؟ ابتعد يعني الإبداع ما هو جديد ما هو جديد زين يا غير مولي، ما كل مدور كحك، ما كل حد قال ما كل شعر هذا أبدع، أحسب أن ما كل حد قال شعر أبدع. هي اللي مشكلة قال قال انا نعتبر فمي كويف، وعيت كان توافق معي في المرحوم اللي عيت نزر عليه نسوي له جازيه مونك دي حتى هو مرابط محمد سالم، وأخيرت والبركه تنزل بالنسبه لي دائما مع وأخيرت ذكر المرابط محمد والله إلا سالم. وأخيرت مرابطي محمد سالم العدود رضي الله تعالى عنه وارضاه آمين اللهم صل وسلم قط قال لي زين اللي تعرف من الحسانيه شنو؟ قلت له مرابطي ما نعرف. قال لي ايه اللي شوف. قلت له انا زين اللي قد سمعت من غنى حسان قوي في الشور يؤخذ على الناس ما هي مطر حاله ما طرح حاله به اللي لاكت ولا لسونه. لكن الأرسل وحناجه مغني هو قال دبوس الشريف طلصته شوري بالليعة مسمومة، شوفوا جلي من ليعتها كل بلد فوق ودامومة. شوفوا جلي من لعتها كل قدامهم أصل زين هذا شعر قديم قالوا لومة لاعة ذبابة اللي تيدومة. لاعة دبوس شريفة دبوس شريفة طلصتها ها شوري بالليعة مسمومة، ها شوفوا جلي من ليعتها كل بلد فوق لا ودامومة. إله إلا الله من إبداع هذا غريب وعجيب. عاد الطع الطع عادل طع الطع بلو ينقصوا بالدبوس ينهرس ينقصوا ينهرس بالدبوس لا حول ولا قوة إلا بالله فهم شوي روحر قديم نعرفه. نقول مرحومين كاملين إن شاء الله طولها بيني وبيكم عقبهم، أمين الله وإني نمت علي عندها أولاد اثنين ولا غريب لا إذا أحبت أمون أبنائها. بس الحق يا هي تبقيهم حتى رحمه الله سيمالي تعالى واللي هم ودفال رحمة الله عليه رحمه الله تعالى سكابه واللي قدي يطول عمره أمين إن شاء الله وكلهم بفنه. سكابه في المجال الفن الحديث مع الحضرامي في معدل تكوين في غينيا حول الفن الحديث، والله وسيمالي قصة سيمالي ذاك عراب الله يرحمه فتاة فتاة يعرف أحكام نفسه على زين حيلة، ويعرف توحيده على زين حيلة، سبحان الله خير وفنان من الدرجة الأولى، هو أول مبدع موريتاني مبدع مبدع، أول موريتاني يقرأ الموسيقى في المعهد النغمي في العراق ويأخذ منه شهادة عالية، بارك الله فيك وبعد ما هو انشي في مكتبتنا الغنائية ما عنده فيها أثر ما فيه لمسات ما فيها لمسات.
قط في الليل هو ساكنين في بلوك مولد انوار الشرط كان معيدل بلوكات هذا اللي صغير كان للتعليم هذا. والله والله تعلم. وهذا مولي يذكر سيمالي رئيس مصلحة في وزارة الثقافة وعطيته منزل. هذا كان مهم الله هذا يذكر فيه حلو. أعطيته منزل، أعطيته الدولة منزل وبلوك وأخذين قدامه منينة قابضة هو المنينة من خصائصها أنه منين تشبع ما عاد لحد يسمعش ومنين ترخي تقدر تنهو لك ما أسمع حد. قالت له سيمالي إذا معاك منه قال هاك فلان وني. قلت له سيمالي أنا دور منينة تعود مع دلالك راعي تقول لنا باب لينك زين باب لينك من اشواره هي البراكنه. انا بعد من موريتانيا كامله تشهدني حق والله رمز موريتانيا كان معناها ما نقول اني توه من ولايه موريتانيا سيقه من يعود حد من ولايه من موريتانيا توه من موريتانيا كاملين يا غير باطله ملي حيث ولد المرء في صباه حق لا يعود يعرف منه شي ما يعرف من ولايه صح حق والله والله أبو لينك شورة زين عند في المنطقة هم تغني به الناس غنوا في التراب وغنوها. وكانت تقول فيها دائما قاف غلبني استوعبوا به اللي مغني ما تقولوا مناقة. وثلاث تطيلي حيلة قد نكتبوا فيها إذا هو من آدم قال عقلي من سابق ذا الملقى متحزم كان على ودك وشاطوا الغرام لين بقى ما تشكر منه ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا القاف هو شاطوا الغرام هو في ظهر في 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 في, في رأيي المتواضع أغنى ورمز ووزين قاف قط قالوا في البيضان ما هو على الجنب مثل الزين عقلي من سابق ذا الملقى متحزم كان على ودك وشاطوا الغرام شاطوا الغرام إلين بقى ما تشكر منه في الك لا حول ولا قوة إلا بالله. من آدم كان بقى شعبيني على عودين وتوه به مثل نصلك أنت الهول. لا حول ولا قوة. وهو كان مد إيه كان متحزم على ودك. سبحان الله كان لاحق شو من السماء العربي فصحى يا أخو كان ما في شيء ما فصحى الغرام القضام ما تتعمل كان يقال له الغرام ولماذا ما تتعمل الغرام بها اللي دارت في بلو دارت في بلو كلام المسلسلات خالق نصيراني متعدد عمل على فكره قالوا بول مارتي كتب على البيضان حتى ويواجع والحق ما خسرش قال اعلنا نشد تاريخنا كل 100 سنة ذا اللي قالنا عليه احنا ينقال وينتكل وينشرب وينقرأ ما تلا ضرك يقرأ ما أحد سادل. سبحان الله سبحان الله. وهذا هو وهذا ما هو ريال الله ما هو ريال الله قت دار ضرك منين تجيه وقت معين ذاك اللي كانت تستعمل الناس في ذاك الوقت من 200 سنة تلحم. ذات تتعمل أكيد. سبحان الله سبحان الله. وذاك اللي كانوا اللي يحرثوا مساره يحرثوا كان يحرثوا شفت فرحني عام 2010 جيت له لعلي بابي اللي تقول له الناس سيلي بابي هو الأصل فيه حسي والعلي بابي وبعض سكان ونطقهم ما هو دقيق يقول له سيلي بابي هو بالحسي هو حسي والعلي بابي زين حتى المهم جيت في سيلي بابي حسي والعلي بابي ولاحظ شي غريب حتى في أهلنا هذا اللي قال لهم سوانك سوانك مدينة لهم الحسانية بحدود 50% من فنها أزوان أزوان خاص زين حد قريب من 50% هو الفن الموريتاني من حيث هو كلمة عربي ومن حيث هو آلة 50% لسوانك وبمبارة وقريب من 50% للتوارق ومازيغ زين حد اللي خرطت بني هذا حسان جاوهم ما جايين فنان والطبيعة لا تقبل الفراغ ولذلك عدلوا فن عدلهم الموجود زين
منين جيت؟ هم سوانك بلدهم ساكنين فيه، يتعشاوا بمتري، عايش متري، يصبوا عليه البن معيزهم. الله أكبر. في الوقت اللي الخرطة اللي معاهم أولاد بلدهم يرفدوا الدين في مارو وفي القمح، وهم منين يقطعوا الحريثة يخلق الحصاد يقوموا شيل الصاير. زين، حتى هذا ما شاء الله، هذا قاعد وشالوا عليهم راس النعامة. هذا الوسام شالوا عليهم راس النعامة. زين، حتى زين، هذا ارتباطهم بالبلد وارتباطهم بالبلد وطنهم. مو مجبوع لان هذه الالفاظ ما تات خالقه، ما هي خالقه به اللي هي رحلوا. رحلوا، وهذا هو بل منين عاد ندعو على عنها هذه الحسانيه اللي هي، وهذه اللي هي تستعاد من جديد. ليش تسدون بالانجرت؟ وليش هذا الرجال اللي هي وكانوا يقولوها؟ احنا وقتها كيف قلت انتم منين يحكي حد القطاع الشهير المعروف بين العميم محمد مات لحد قاعد هي من جاغ عارك بما لحد يعرف من جاغ ومن جاغ بعد مسألة الله بلده، من جاغ مسألة الله بلده، والناس لها على خيلوط يا محمد خيلوط مسألة الله بلده. انا على هذه المسميات منين كيف قلت انتم تختفي من قدام الشباب؟ يعود ذاك ما هو ذيك الباط، هذا القفان ما شاء الله الزيني، قفان الشهر اللي حكيته الرئيس. قالوا عن الولول الشيخ سعد ابوه اخرت الولول الشيخ ابو ما اعرف اليوم هم قاعد الشاب اغناه. قالوا عنه منين خلوا الولول الشيخ ابو منين خلق عنه وسمى للولول الشيخ سعد ابوه. قال لهم كاشيف عن عود فتاوي عود غنانا الشابه وخلقت. قالوا باط عنه احضر مع ابو الانقذي، وقال لهم هذا هو الروايه اللي عندي لذو القفاء. قلت انت متى روايه اخرى غير بعد ما طلعت عليه؟ قال لهم هو الرجال معاه هو يكرر شعر زمني قديم. قالوا حيانا وحى حيانا وحى. اي والله. قال لهم حد ما هو لا يقول لي قاف كيف قاف لي الولي، لا يقول لي قاف. ايوه ما فيش رصه في راجل. قال له مختار السالم، احمد مختار السالم راجل مغني حتى. قال له قافك الولي اعمل له بهاك. قال له قال لي عندك تاشبط في التردات ترغي وتصولح تنحى، والمهر مع التاشبط زاد عياط الشبكه يمدح. قال له قول تاشبط الشاعر في الحين تشبح والرده تشبح، والمهر يتبعها ومنين تطرح في بليده يطرح. لا اله الا الله. قال هذا وجهه، لا اله الا الله. قوم الصقبين اللي كنت نقول لكم في اخبار ولا الحميد هو الشيخ راحوا لمحمد ولا ابن المقداد في فطار الله يهدر الله ويكس عمل أص والرجال مغنيين الله. قال له راحوا في الليل، جاءوا في الليل. قال له سيد أحمد دارك قابل الليل داركم الشبه المجيل وارك غالباتهم عيانا به اللي لا جيت وهذاك لا جيت لي عاملكم الحم في الليل ما يوقع مولب خميس وصحابه حتى. قال الكبير قال الكبير والله تو باتوا معاهم هنا هات عاملهم ذيك المعامله. قال لهم لا يتبطلون عاد وتمشي وتمشي وتمشي. هم ماشيين حس شم التركه معاهم يجيو عندهم معدلين هول والله اللي رجع توهن منين جاوها ما منين حضروا ذاك البلد هو الهول كيف اللي وفق تخطوا قال لهم الراشد به الليل تعرف عقاب الليل وهم متنقبين ولا يعرفهم. قال لهم انه باح وعن الليل عاد عقاب الليل انا ما تلي قد وضحك كامل توف تخطوا يعملوا بهاك مع سيد احمد كان زاد هو يزقنا يسدر ترصع ظام تو عرفوا بهم مات لحد مات لا يقدر ينجح عرفوا بهم محمد بن مقداد ودسك تو قال لهم هؤلاء قال لهم منين في الاخبار عيط ليقي وقال انت مالك عارف القوم القوم ما لهم الا خطار ادرار اليوم ومن بفهم. قالوا ما كنت عارفهم بسم الله وقبل الهول منين جاب الدندينه. قال له الشيخ ان تعذر قمت وغزيت ان زينه ان تعذر قمت وغزيت عنك فيك البحة كانت غير ان ما بانت في البيت وان في النحية ما بانت. قال له ولبنو ديني دانت اللي مجعول عليها هي دندانة الخيام وهي بل الهول الهول اللا دانت لا إله إلا الله لا إله إلا الله الهول اللا دانت
دندانة اللي مشعول عليها هي دندانة الخيام، وهي بل الهول، الهول اللي دين دان دندانة. قال له هو، قال له محمد بن المقدار، قال لهم حامد بعد دانة السبحان اللي دانة نسمع دانت في جماعة ما فيها شنان في الهول لا ولا تشنان تشنان. افترض لا إله الله الراشد لا إله اللي يقول زي، إله إله ولا ذكره هو ابن هون، هو قال ديني دانت اللي مشعود عليها هي دندانة الخيام، وهي بل الهول الهول لا ديني دانت. هو يقول امال في موضع الان الناس اللي قالت باش ناس انك تقدر تحامر فر، لكن لا قول قول الناس 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 حقا ما شفت تشي الناس الناس الهول الهول. الله الله هاك تفسير ثاني يقول امال في موضع ثاني، يقول ما كذا الصح قيطن لبلح لبلح كيف نلحق ويقول قيطن لبلح لبلح كيف نلحق ويقول قاعد والله سمعت التكرار التأكيد زين حتى لازم شيء ما الصح تعال لبلح لبلح. هذا موجب هذا الناس عدلوا روائع في كل غرض من الاغراض، والله خاصة هذا الاغتشال اللي حكيته من الجمال، هي صار الاغراض الاخرى اللي تلاقوا خلصوها يا شاعرنا. هذه الاغراض اللي موجوده كيف قلنا قبيله في 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 الشعر العربي، وموجوده في هذا الشعر الحساني. نعم حركات اياها راني هون دائما نقول لهم مدرتي كانكم ذاك موافقين عليهم، نقول لهم عن الشعر الادب الشعبي اني ما منين تنقال عندي عن هذه تقول فيها الحساني وفيها البولاري والسنوكي والورفي. اخير حد حدد حد يقول الادب الحساني، والله الشعر الحساني، والله الشعر الولفي عندما ينسب الى الشعب يصبح فيه نوع من الفئات. ايش ما عندكم من الفكره زين حتى الرئيس ايش سوى هو المصطلح باش يؤدي نتيجته يعود محدد محدد باش منين يعود محدد يعود محدد زين حتى زين حتى هذا اللي هو شعر لهجي باللهجه العربيه الحسانيه وفرض عليها ان تحدد تحدد هي نفس هذا المجال الحيوي اللي احنا فيه اللي ماشي من عند السلامات في تشاد الى حاشيه البحر الى واد نوم تكلم فيه الحسانيه وينقال لها الحسانيه زين حد ويلا تعود محدده ويلا يعود معروف انها هي ما هو شيء اخر ما هو شيء اخر ما الى قلنا اللهجه العربيه العاميه معناها عين على المصريه ولا عين على الليبيه ولا الليبيه فيها يدخلوا فيها هم مكان في هذا كامل أريني تقول الحسانية حددتها زين حد. اللغة اللهجة العربية يتكلموا بها بني حسان إذن واللي من ميزاتها من علامات فصاحتها أنك تقول هذا قلمي هذا قلمي بالحساني ما تقول الأقلام بتاعي ولا الأقلام ديالي زين حتى زين الأقلام حقتي كل لهجة عندها هذا إضافة بالفصحى مباشرة هذا قلمي العراقي له يقول لك هذا القلم حقتي بلهجته هو المحلي بلهجته المحلي اذا هذا اللي هو شعر هين قالوا الحساني شعر الحساني شعر الحساني قالوا شعر واحد اذا هذا الشعر الحساني اللي قلنا عنه فيه في هذا من الاغراض وفي هذا من من من, من, من الابداع وفي هذا من, من, من كانواع مثلا الجمال في انواع الجمال اللي موجود في الشعر العربي حق عن العربية عندها شبه حصانة عنها بعد ياسر من هذه الكلمات اللي متداولة ما هي عربية عندها شبه منها حماية ما تقدر تقوم داخلتها يا غير بعد هذا الغزو اللي موجود الآن تم معاه اللا موجودين هذه الأغراض وتم معاه اللا كأن الحسانية عصية على الكسر وعصية على الاختراق. هذه الأغراض اللي هي اللي نحن تداولناها ما تقولوا عن هذول الأدباء الحسانيين عنهم عدل منظومة لحقونا منظومة أخلاقية منظومة اجتماعية منظومة من صفات الرجال منظومة من حدونا مواقع موريتانيا نتهم عنا منين نرجع للبكاء للأطلال في موريتانيا كاملة عنا نقدر نعدل جغرافي اعتمادا على هذا الأدب الحساني من عند من كرمسين حتى باسكن. هذا وقت ايش نقول فيه تقليدهم هذا أولا من ضرورات الحالة الإبداعية وما يقدروا غير يكون على ترابهم لا يقدروا يمارسوا شعرهم ولا شوقهم يكون لترابهم يا غير الصلي فرق بينهم والناس الأخرى كون ارتباطهم هم بيها وتحديدهم الوقائع فيها والعلاقات فيها واسماء الأماكن واسماء الأعلام هذا
خاصه فعلا خاص به وزاو في الشمال زاح حد اخر من هون الى كذا شندرار والكراي ولا يفيد كتر مشير به بار عن كسبه وصل ينت يعمد وتمر ادرار شيخ راي ولا يوصل حقه له مرحبا هذا الله عظيم على الجماعه على الجماعه بسم الله سلم الى سلم علي اخيل يا مهلو اخيل اديبنا والله شاعرنا والله رئيس المسجد بعد اجهم قال هنا في كنا في المسجد شو هذا ما شاء الله رجل حدر المنانة يسعر شنو في منافع المسلمين لا يتكو ويبارك شنو في إشتار الله يخليك لي شكرا هذا ما شاء الله لا لا يعود إن شاء الله تعالى فيها اللي في هذا السلف كامل مش متعدل وإن شاء الله يمد الله طال الله عمره وبارك الله فينا وفيه في هذا كانت إياه الحال يقولوا عنه هذه الأغراض بعد كاملة اللي اطلقنا ومحبتهم هم دربهم وتخليدهم البطولات مقاومتهم وتخليدهم البطولات قال حامد فبولاني يا غيلان ما عرفت عنه ما هو عدار مني راعي وانا ماني قاعد راسي راعي جاو همهم يتوطاوا على ابناء البلد تم بعد البلد اللي عصي على الله يجازيك الله يجازيك اللي ذكرت هذا البطل البطل من الطالع عظماء هذا الاموي الوايه حق هذا بطل اموي هذا فاتح اسلامي انقلي واخير هذا الرجال اسم الحامد ها وكت يا هذا المختار الحامد المختار الحامد لين يعدلوا هذا الابداع وهذا هذا ما تقول عن هذا الادب الاديب الحساني عنه ابلا بلا حسن هذا ما هو شو معتاد ما هو شو معتاد اكثر قاعد نقول عنه من الاديب العربي ما هو اكثر زاد شفت الفرق ذا هو الكنا فتنا قلنا هذا إبداع سلس مرتبط بالحياة اليومية وذاك إبداع عالم مرتبط بطبقة معينة جيد جيد حتى هذا أنا قلت كتبت مقال عن الفرح عندنا إحنا الفرح عندنا يواجع مقيد والفرح في أصله تلقائي زين حتى زين حد واحنا يا الله عود حد له يقول الشعر الفصيح يا الله يقول لا بشي معين زين حد بينما الحسانية لارتباطها بحياة الناس اليومية أمينة مع النقل اليومي زين حتى ارتباطها باحتكاكها المباشر بالناس وتقبلها الآخر وفهمه تماما زين عندكم كم فقلتوني بكلمة قطيتوها لي قلتوني كلمة قطيتوها لي باطل عنها ناهي هذه قلتوا ما هي زاد أكثر منها اللي هي العربية الحسانية يعني ما أكثر منها مثلا تدوين الفصحى عن هذا عنه ما يبقى في الناس الأدباء الحسانيين به اللي كيف قلتوا لي مرة عن منين قالوا الابن حي على القريض فإن فيه إذا ما هو مثقل على خليك لي والابن قال لغة حسانة كيف تعرف لم تكو للنبيه بلائقة ولم تكو تطبيه هذا ما ثقل إلى حد فحي على القريض فإن فيه مجالا للزوايا تقصير. هذا ما جلش منه خيمته الهدار على جلالة قدره والله ولا للمحمد اليدالي ولا الأنصار كاملين اعتبروا علنها نفذة مصدور تتركوا في وقتها وحالها فيها نوع من التنفيس زين حد ثم هذا ما في تعارض حد لا يعدل تعارض بين الحسانية والفصحى كاذب وحد هام انه تعود الفصحى اقرب لنفسية الانسان العادي من رهجته اللي تربى عليه يعود كذب يعود هم اللي ما يصح زين حد والابن قلتوا محمد لبن وبعد إلى آخره أقرب للروح والفهم الناس العادي وأكثر حفاظها أنه أرثنا الرباب فيهن منها قمرا نجيلا وليلا بهما وكثيبا وبانة وقناة ومهاتا خيزرانا وأري وريما هذا واحد لا بد له إلا اللي فوت لقاش واحد المحضرة ويتخرج منها قطع المواطن العادي المسافة لأن هذه لغته اليومية موفر عليه طريق زين حتى أربع ليها وشبع ليها فمشي في الحسانية غمطه الناس حقه
عاد همهم في مرحلة معينة ان هو هي لهجة تعود للنخبة. ولذلك لو صنفنا لا خلق تضيق عقب الليالي ذاك ابو يتيمة بطل بيناني. زين حتى هذا كان قاعد يخلقوا عليه دراسات لأنه الوزن فيه إيقاع ما هو حرف. زين حتى زين حتى ما تقيد به هو موجود في الفصحى. ألا كل ماشية الخيزلة في ذا كل ماشية الهيدبة. زين حتى زين حتى والمقصورة كامل على ذاك صرت من يقد قاعد يقول ما هو غايب عن هذا جزء من الغنوتوف يقد قاعد يقول ما هو غايب عن صاحب القف ويقد يعود تماما ويقد يعود واعر إلى تيتانا عدل واعر علي باللي هو الإيقاع موسيقي لا خلق الضيقة عقب الليالي ذاك بويتيمة بطل بيناني. هذا كإيقاع موسيقي دقيق جدا والله والله, والله. وكالتزام بالحركة دقيق جدا والتزام بالوزن الوزن والموسيقى وخلق كيف قلنا في الشعر الفصيح يا يعني احنا ما أنا قابلين طول الحسانية ذاك النعطال الفصيح قلت على أن أعطينا للتبراع ما يمكن من نصيب ما يتواسى ما يتواسى به اللي التبراع ذي التلخيص اللي عدل للمشاعر وللوقائع عاجزين احنا الفصحى ومغنيين الحسانية اللوذعيين عن يعدلوا سبحان الله عجيب هو مختصر مختصر مفيد مختصر ومبدع شو خلق عليهم الدراسات ما هو خالق زين حتى ريبت والله لك تقصير واضح من الباحثين بينما هو فن قائم بذاته وخاصية من خاصيات موريتانيا موريتانيا عندها خاصيتين واحدة انها البادية العالمة الوحيدة في الكون زين حتى واحدة أعلنها المجتمع العربي والله المجتمع الإنساني الوحيد اللي فيه غزل خاص بالنساء عنده غزل خاص بالنساء زين حتى زين حتى ولو اجتهد بحاثتنا لقالوا لنا ماذا يسمى به هذا لأن الغزل المتواضع عليه هو تغزل الرجل بالمرأة يا الله نبدعو اسم تغزل المرأة بالرجل وهذا كلها حالة طبيعية عادية عادية حالة شعور ومشاعر هذا طبيعي حسيس حق صحيح هو اللي كان يدل على العقم أن تعود الحالة مشهودة ولو عدلت ولو عبر عنها الحالة مشهودة عبر عنها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يستنشد الخنساء في رثاء أخيها اللي مات مشركا صح بهمت الرأى الجمال هذا الرثاء فيه اللي فهم فرق بين الجمال وبين الحمولة الفكرية زين حتى هذا فم يوسر من الشيء الله ينحفر وتشتد أخباره ذا اللي خل بقى وهذا يخدمنا ويخدمنا حضاريا دغنا اللي مرتبط بالورفية ما يوفر والله كثير في كله فيه شيء من والله والشعر المرتبط بالورفية باب باهو اللي بوت رضي الله عنه منين لحق الناس حاصرة على الشيخ الفاضل مبكة أخير والناس متداحسة عنده وهو كان عطاء جزيل تميز لأنه قال له يا حاسدا فاضلا رب العباد يخص من شاء بالفضل لا تطمع بغير سبص ما خص فاضلنا رب العباد به لو طرت من حسد نحو السماء دوكمص دوكمص ما طوقوا زي حد دوكمص ما طوقوا تو والله والله ذا اللي قال شيخنا سعد بوه وقال شيخنا الشيخ طالب بويا من هذه الزريقه اللي هي ما وش هي فرق هذه الكتلة من البشر يطربها طرب واحد كيف قلت تقول تنهولها النيفار تنهولها النيفار حق وقت تلبس الدراعة والفوقية وعندها القشمة وعندها موس غيبة وعندها الزقعاري وعندها دغمة حق وقت حق وقت وتوكل من داغة توكل متر توكل من داغة توكل متر وتوكل إلى أخي خيلو قال أحباب الله بحب ناسكر أخيرت قال أخيرت قال
اصل الصاب الحد يهد في المستقبل ما شقد سكات والله قاعد يطير له قد كان بلاش نحوب لي ريش ايه بلي العاد مشود هذا محمد الله يرحمه داسكر نقوده اخير اصل الصاب الحد يهد في المستقبل ما شقد والله قاعد يطير له قد كان بلاش نحوب لي ريش اسكي بلي العاد مشود قبل فيه اللي بقر الحشيش وربيع الورقه قاعد اشد الغنم والخيل العكري شو الثقافه كيف كنت تقول سكات وربيع الورقه قاعد اشد الغنم والخيل العكريش ومعاش قبل ما ينعد الجقار ومار والعيش وبلاخ الزين وعايش حد والمص والبديق والكريش والعادم ما في عنده زاد وعايد يوم ويوم متحنكيش وتفقريش وممللي معناها عنهم قط منين تخلص هذا بعطي ذاكتها كامل منين تستوعب انه حد كيف قلتوا هذا الشباب اليوم يكاد يكون قاعد يقد يعود مازال ضابط الكريش به اللي مثلا الكريش به اللي يكرش يومي كرش يومي قال ولا الكريش واحد ولا الكريش يا غير قد يعود ما هو ضابط ياسر تتعرف ضرك على انا ثقل الخالق وهذا الشباب اللي معانا هم قد يعود ما يعرفوا براد الديك براد الديك الى الان كم له اختفى هذا هون فيه 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 مسلتين مهمات المساله الاولى إنما قوموا تاريخنا ولا عاداتنا ولا أدواتنا الثاني أننا رحلوا بالعجلة زين حتى ما لنا مقام ما لنا مقام إحنا هذا من اللي له تقريبا هذا الحمد لله 50 سنة والله ذاك زايدة إلين عام 80 مزالتا يعدل على الطابل المطروحة حقا ومزالت الناس تطلع له المغرب مزالت تطلع له المغرب وهذا تخلصنا منه لحظة واحدة وقبضنا شيء ما نصنعوه إلى الصبح نقفر ذا الميناء ما تينا جابرينة والله هذا اللي حقي ونقولوا أن تاي من تقاليدنا بس حيل عودة تاي من تقاليدنا وهو ماله 100 سنة سبحان الله القهوة في اليمن لأن أول مكان في العالم اكتشفت فيه القهوة اليمن وأعلن أجود نوع منها إلى اليوم إلى اليوم إن قالوا موكا موخا وموخا ميناء إحدى صنعاء وما زالوا يشربوا القهوة لأنه يزرعوها عندهم زين حد إحنا أجينا ثلاثة وكل مانجو مانجو ذا يعادل من الزرع ما تلحدوا حقو هذا هذا عجيب عزوف قريب عن لأننا رحلوا تو تراث أمه لا هي بقماش يعني. إحنا اليوم ما نقول وش الدراعة من الزبي أنا كنا نقول له الدراري على مظلة وغرابية الصاق والله يالله ذول خلطة اللي شمالنا مازال يتيوا اللامنا اللامنا السكر الصاق والله يقول مع كذا حد لقانا نكريه بشد من الصفان كانت الناس عندها حقو هذا شيء غريب وعلى شيء ويقول واحد يقول واللبن كرمو السجية محمد لبن محمد لبن المقدار واللبن كرمو السجية عينه في المعطى مجهورة أمناد مراه رزقية وإلى راه يعود حمورة نعرف غلطة فيها أصلية يغلط عناها للورة من 10 يغلط في 100 وبراية زينة مجرورة يغلط فيها من شاشية شو سكحت درعك كتب الله يالله من شاشية العادة عنده مجرورة ويغلط في 30 وقية عنها بيصة من شنظورة شنظورة هذا اللي كان يشري عليه شنظورة أنا بيصة من شنظورة نعرف غلطة فيها أصلية يغلط عناها للورة من 10 يغلط في 100 وبراية زينة مجرورة يغلط فيها هذا كتير مصطلحات كاملة إيه وين خالك فيه صناعة خالك فيه صناعة ما هي قاع في الأخوة يعطي لي الدراعة والحولي والسروة زين حط الحولي شو الحولي زين حط راح يختفي هي لبست راشد راشد ولبس ومشي حقه شو يستنشزون هذا أن النعايل ما كانوا ينعطاوا به للنعايل يصنعوا يصنعوا محلية وبه للتركي ما هو جزء من الملابس ما كان عندهم ما كان عندهم والخالق قال لا سروال ودراعة وتركي معنى سروال ودراع حولي حولي هذا حد راجل اجبرهم البس توف البس وتوف زين كوسية زين حتى لكن هاي ركت اياها كيف ان ذكر اللي كنا نروح نحكوا له اللي حكيت لكم اياه كتاب محمد لبنو هذا كيف قلتوا دي الاجلاء يا استاذنا وشاعرنا هاي ركت الاجلاء العظماء واللي اللي اللي لحقونا ذو الادباء الشعبيين والادباء الشعر الفصيح كثير من مناقبها انا هنا نقول خارج الروايه نقولها دائما شاك عنها اللي فيها جزء من الصحه عن هذاكت اياها اللي يذكرون له الناس عن هذو الناس من مناقب ومحاسن العادات ومكارم الاخلاق والفضيله
والعطاء اللي ملاها، لا يخاف الفقر، مفتوح الباط، هذا ما يقدر يفهم. ما هو لا عاد قط شاف منه نموذج. صحيح. انا نقول لهم عني الحمد لله اللي قط جيت للشيخ علي الشيخ رحمه الله تعالى، أخيرت أخيرت الين شفت أخيرت للنموذج الحي حي. من هذه النوع من الناس اللي لقاش 24 ساعة ل 24 ساعة إنفاق، عطاء، تربية، دعوة لله تبارك وتعالى، عمل صالح. هذا ما هو شيء حد، هذا مغافل الكبار، الأمراء الكبار اللي كانوا زادهم قائمين بدور كبير وفي الدفاع عن هذا البلد اللي خلدوا بطولاتهم وخلدوا مناقبهم وخلدوا مآثرهم. وهذا هون لا نستفيد منه، حاول أن نستفيد منه وجودكم أنتم معنا. إلين يجبر الرأي العام، هو اللي شاهد شاف وعقل من المحتد اللي هو جاي منه ومن البيئة اللي هو جاي منها ومن الوسط اللي هو جاي منه على نماذج من هذا الصنف. ما شاطني قلت مالي ولا كثر ديني وعيالي، واللي من الأمور طرالي ما هو شاطني قدامي الشيخ أحمد بن معالي واللي الشيخ أحمد حضره، شيخنا الشيخ سعد بوه رحمه الله تعالى من إن شاء. الشيخ أحمد بن معالي قال أبو المعالي جاءنا من بعدي، أهلا به أهلا به من سيدي. هذا الأب وهذا الشيخ اللي انتم ربيتوا في وسطه وفي بيئته، ايش تحدث هنا فيه اللي نعرفه اللي عدل لنا من هذا المكان؟ يا كان نقدر نسقطوه على الاخرين كاملين، يعرف الشباب عنده حق. شفت قد حدثني حد من كبار المربين شيخنا الشيخ سعد بوه، رجع أحد من التلاميذ أيام طلوع النصارى الأول، كانوا بدوا تنتشر أخبار دقتهم للحيوان وذاك، إنه شاه وقال له شيخنا خالق مرض في البل، ندوروا نمشوا بزوايل اللي عندنا هنا عند الحضرة هنا، ندقوا لهم شورى راس الماء والله شي ذاك نبت ولد فيه نصارى. قال له جيب الزوال، جابهم عاد شيخنا سعد بوه يدير صبعو قبل منين تندار الدقة. شو التوحيد والعقيدة، يقول يلي في الملك بلا شريك اترى وانت ما تورى، هنا عندك تور بيك وهنا عندك تور. اسكي حتى الله اسكي. وقال لي هذه دقة هذه دقة عظيمة، دقة بسطها الإيمان بالله تبارك وتعالى وقدرته على التصرف فيه. أن نياب شيخنا سعد بوح قد وقع ما يحتاج لدقتور قد ما يحتاج لدقتور، خلينا عندك تور بيك وخلينا عندك تورة. قط قال لي راجل شهير في السنغالين، قال له الحاشة أحمد التيجاني سي. قال لي ما حصل للشيخ أحمد أبي المعالي من تمكين وعلم وعطاء لم يحصل فيما أعلم إلا لاثنين. مسكحت الشيخ سيدي الكبير والشيخ أحمد بومبو. الله له خير، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ذيك الحضرة أغرب اللي فيها النظارة فيها الشين، قال لغنى التصوف، كانت فيها على أن الناس ساكلين قال لها ما تقولوا زين، حتى المدح ما يدون. تفشى ومت نصرك انتهي التواضع، المدح ما يدون، ولولا أعلن سبط شهر المعالي الأكبر
أستاذ العلامة محمد المحبوبي لولا على أنه حسن على أنه يجمع ما قيل فيه من مدح حود قاع خبطة أيدنا البرز الله أكبر أخيرت عبد المحبوب شمخ في السفر تبارك الله وانطبع موجود ظرف في السوق من أنت لو إن شاء الله أعطيك منه نسخة الله يلاك أمين وما كل ما يعلم يقال عرف الله على أن فهم فتيان ظهروا وقالوا شعر أغنى التصوف خالق بلد قالوا الحنيكات كان عواد فيه شيخنا الكبير وعاد فيه مول شيخنا الشيخ محمد المصطفى شيخ محمد المصطفى اي ذاك يا شيخي مده حق اي ذاك يا شيخي ذاك يا شيخي وده ربي عن جمع يدينا معطاها زين ومدها زين وريحتها زين هذا سيدي الهمد ماذا سيدي الهمد فهذا يقول الشيخ المصطفى رحمه الله تعالى الله رحمة الله على روحه يا شيخي ودها ربي عن جمع يدينا معطاها زين ومدها زين وريحتها زين الحنكه كان باطل فيهم ومنين يمشي عن يتلي يمشي عنهم الشيخ محمد المصطفى يستخلف عليهم شيخ الشيخ سعد رحمة الله على روحه شهيد دكار شهيد دكار والله وعندنا لا أحد من الخيمين قال له شهير أولا بالفتو والصلاح زاد هو لا لهن شوي نستأذن فنقول عنه شيء نعرفه دركته أنا من نفسي فيش من فيه أوتي قبولا وجمال صورة كمال خلق وخلق وفتياء واستفتاء وفتوة عجيب عز نظيره ذا من الشين قدر شهد عليه شفته الحمد لله ذاك وهو أهم قال له الدي والعبد الباقي والشيخ أحمد الحضرمي والمحمد العبد الدائم أخيرت مشهور بالفتوة يقول حد لقاكم ما يسول عنده رقاع ولا عام يثم لا شيء يتنهول ويبربر ويبطك مامه ويبطك مامه والله حد ما هو عارف ان هذا عنده بعد حال قد له بعد حال وشطحات وحوال والله هو اللي جا لسعدنا هو والعم هو اكبر منه هو الكبير ايضا من امور سعد رحمه الله تعالى والله اكبر منه ودي من ايش وعدلوا ذاك اللي يا الله يعدل من التبشير وقف قال انه هو لافت به يقول قاف وتوف قال من الانوار الباطن ينزاد والروح انصقلت من الاوساخ هذول الحنيكات وزاد ربوا عزته من الاشياخ ملي والله لسك علي لي هذا ربوا عزته باقينا خلصيكم في حيث حلتي والله لا ثم ما كل ما يعلم يقال لكن هذا النوع السيد ما هو بتعرف حديثكم سيد رئيس النوع من الرجال ثم تعرفوا يعرف القاسي قدامي عنه ما تلوم ملك الحق رحمه الله تعالى هذا ملكنا كامل هذا حق وما لله قاعية إحياء وإحياء شيء قاده إلا فيه نوع من التوجيه وفيه نوع من الإرشاد تشبهوا على الأقل يقولوا له الدهر تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن تشبهها بالكرامي فلا أحوال هذا هو من ذا المنطلق الوسانة دائما نصدع المقول نقولوه ونشير عليه ونقولوه تلميحا ونقولوه رواية من اللي نختاره للشباب يعقل عليه ويشوفه ويعرفه يعرف عنه هذا هو اللي تنال به السيادة حق. وأن المكارم منوطة بالمكاره حق. المكاره منها عن رقاش لا بد له من أن يتحمل الصعاب ويبذل الجهد والوسع في حق. سبيل أن يكون رجل في سبيل أن يكون علم من أعلام هذا حق. حق. ما نال الشيخ حمد المعالي هذا برقاد ما نالوا بحكيم ليد ما نالوا ولا نالوا الشيخ صديق كذلك بذاك ولا نالوا رجال الفتوة ورجال الأمراء هذا هو من ذا المنطلق هو اللي ذي بعض الأمثلة اللي كنتوا يقولون أنه نخيركم تستطردوا من أفضل خالق راجل اللي من ذيك المنطقة الشيخ جماعة هو اللي يتخلق بينه لحين أرجعوا للدندين خاصة شو الدندين تقول له وصاحب هو عبد الرحمن البكار أصحاب سن وعيجي حقاً وقبض الهول الناس من التراب خلاط تقانتو ولذيك المنطقة من براكنا الكدية وظل الكدية
وعنده فنانة شهيرة في المنطقة كانت رحمة الله عليها، قال لها مليلح. الله يرحمه. يقول لها عبد الرحمن الدان، ويجيك وقفة من وقفات العز والمجد. والله يقول الدان هو لك زين راعيه، ساكن في الساكن سن تقانت. ساكن في الساكن سن تقانت. فرض عليه عين مع فرض السن. فرض عليها عين مع فرض السن. ما خاف عليه الشيء. شو من الفتوة؟ هو لك زين راعيه ساكن زين. في الساكن سن تقانت. يلا يغلب الناس. فرض عليه عين مع فرض السن. يقول له هو، يقول له هو دن ذا مصحح مقبوضة من معدن بل الهول اسكحح. من هو المعدن؟ من هو المعدن؟ زين. من هو المعدن؟ دن. من هو المعدن؟ دن. دن. ولك زين راعي ساكن في الساكن سن تقان تفرض عليه عين مع فرض السن. يقول دن ذا مصحح مقبوضة من معدن بل الهول اسكحح. من هو المعدن؟ دن. من هو المعدن؟ دن. بعد بعد غنى. يلا يغلس. هذا هو صاحب، صاحب هو عم عندنا قال له محمد رحمة الله عليه والتمليخ، أنه شا خوضة، خوضة اللسان وخوضة حقيقته، حق الله خوضة حقيقته شنو؟ حقيقته للتاريخ. راجل ذاهب في الله، هذا كلامنا احنا، كلامنا احنا ذو شاد علينا ان قد حد يذهب في الله. والله حتى يعود ذاك اللي يقول ما هو متفاصل العامة هو يعلم مو الخاص. كان عندنا بها اللي هي الحق وخالق. هو لا ذا قده، هو لا راجل زين ذاته تظهر عليه بعض من أعراض الكرامات. أعراض الكرامات ما يفوت وقت، ومنين يوفى من الهول يصيب الراس، ومنين يجي البراكنة في الشين قالوا الأعصار، وخوضة عنده طبي اللي رافدها معاه غالبا معاه قدر مولي من الناس صايبين لذاك. وخاض جبار محمد وكان يحرك في جغرافية، هو هو المنطقة خاضها كيف غزي الشرواط، خاضها من الشمال وتوفي غزوات. غزوات حق وعد. هذا صالح من الصالح. تعرف ذاك اللي خلق بينه هو شيخنا شيخ تراد. واخ يا هذا صالح من الصالح. وعنده قافة، وعنده جماعة مثلا، والله عنده جماعة متكلفة بذاك كامل ذاك الحال كامل. واخير واخير. وعنده أشوار يقولهم بالفاظ ما هي مدروكة قبال. والله والله صالح. يقول يا انقل صنبل صنقل يوه. يسوي له حد عنها يقول انها كلام قنقاري. قنقاري. و الغنى فيها الا ما هو ما هو ما هو متيسر. يقول الشيخ محمد يقول له يا احمد اغنانا ضم، ويا احمد ويانا الوجوه، ويا احمد باش نتمو، ويا احمد اللي قلت انواسوه. طلعت كانت وقض على الحوض كيف ان العصابه كيف شيخنا التراد جاه ظهر فيها ظهورا غريبا. وعنده قاف شهير يقول خوض فوق في اسكان الفن وعن ابليس خوض معا، عن ابليس خوض معا. هو فلا تواضع معناها عنه الا فمشي بعد فمشي فمشي. المهم بعد ان فمشي الدل ذا الابداع، واحنا الله اعلم مراد الشاعر، الله اعلم مراد الشاعر. ربي شيخنا سعدوه شيخنا التراد ومشاله نجي وجاه جاه كثير الحاجبي. كيف حد جاه شيخنا الشيخ التراد؟ الله يجاه شيخنا الشيخ التراد زيد الشيء. الله الله يخوي اللي جاه الشيء. حد يقول حد يقول حد يقول كوسا، اقول لك كوسا سقانا بها سعدو، سقانا سقانا كأسا لا يمل شرابها. نعم عدلوا ذاك اللي الله يعدل شيخنا ذاك الخوضة الأموي الكبير. وقال له خوضة ايش راح تقول لمولانا بهذه خوضة فوق في سكارة ذا الفن ويعن ابليس خوضة معا. قالوا ايش لا يقول شيخك انت لمولانا فطوه ببيت الله سبحانه وربما اتاني بيت الله في وضعي يشري. قالوا ذاك صادم حالي. قالوا حتى صادم انا حالي. يلا يوز ضربت شفت هذا صادم حالي. شفت هذا يلا يوز ان قال شيخنا التراث عن شيخنا سعد ابوه
تقبله بصعد رحب به اللي هذا هو اللي يالله هذا هو اللي يالله هو تربيته هذا هو تربية هو التربية هو التربية تصدر من 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 الشجم المربي قال لابد أن يكون رحب الصدر يكتب يجب أن يكون رحب الصدر حقه إيه لابد أن يكون زين حق ده قال له كيف تطوي بيت الله والناس ينومون طوي بيت الله ينومون كما طوي بعض القوم قالوا على حد من المنكرين كان لا يقرا الابيات ويتخمم يقول هذا بعد ما يصح تم في الليل كيف انه توقع لين قامت الدنيا راح له من فوق تعرف لك اخلع واستر ايش قال لك انا بيت الله الحرام قيس هو انا ظاهر لنا الناس هو ذا كامل قاعد لا بيد الله وخارج شيء اصلا مهما سيد الرئيس ما قطع في حديثكم هذه العلماء اللي تقول هذا هذه العلماء اللي تقول رغنوا تقول غزل شغل بغيت وغير طويل من منزل وسبت الكتير محمد احمد يرى ونواب الشيء الغلا ثقيل في القلب وعاد عليهم ثقيل وبهم الاثنين نقول شي ميل الله شيء انت باريت على الباغر كيت الله الحيل والله دون وقع شوي والبوش ملقانا في الليل عنده عملوها غلى من 100 شغل و100 نواق وشيل و100 نقوش و100 طرف الشيخ عبد الله ولد الشيخ عبد الله عزري المدن ناقض الممانع التعهد من خوف الله همان الاولى لخوف الله بعد ما انقضى عهد الممانع لا اله الا الله هذا نوع من الادب شيخ خصر ما يقول لغنى جميل نوع من الادب بنت بنت احمد لولا الله ينهاني لكنت ولات وانا الثاني هذا نوع من الغنى تنفيس على النفس نظروا قاع ما يخلط معاه لله من جانب لا وضعه هو لله مني ولا منين يقول الشخصي محمد أدمعت قياني بغرب عيني وقد عينتما دار الكونين ليس من الوفاء خرص الوفاء لقاطني إذا لتما يصان بكل عيني بلا عين البكاء على المغاني من هذه الصبابة فرض عيني من هذه الصبابة فرض عيني وصل الفرض العين من هذه الصبابة فرض عين زين حد إياك يعرف عنه ما هو هنا يتحفظ من ظاهر الشرع زين حد إحنا في محيط لا فطوط عندنا شيء صاق من إني إنكر تخلق فيه ودك هيك الودك عندنا ينقال له الشيخ سيدي هي مثل الحلاوة أحلاها ولينها ويسرها ومونك سبحان الله هو كذلك الرجل كان هو كذلك هذا إيش عند حد فيه فضل مولاناته ايش عند حد فيه؟ حق ما قالوا انه لحم الله الحق ولا قالوا انه زعاق الله الحق به اللي اخذوه قالوا انه هذه الودكه قال لي شيخ سيدي قلت لك نسيت ما سميته الشيخ اللي صاحب عبد الرحمن قال له احمد سالم والسيدي محمد محمود حق الله حق الله زين وهو اول رقاش قبل بريف باللغه الفرنسيه 1925 وبيت بنظر سبحان الله ترى عن هالشيء اخذ قوم شوف الصه هو اللي على الرغم من توغله في هذه الثقافه الاجنبيه وما هذا يقول لك وما له مولد هذا هو مربط الفرس مولد انتن مولد المولانا بعد جديد ان لا تخلو هو عنده في قاف اخرى غريب هي دن عيد اله توتزن في منطقه توتزن وزن اخر قريب من حويوص قالوا له انت قلت تزوج له تقول في هذا اللي وزن اخر قال لهم لا نقول ذا هو حد بعضهم عنده يشير راقد ودن مبارك معاه قال طفلي يحبي راقد عن دن قتيل بسيف حد سيف حد حد ذيك ما الشقار هذا منطقة شقار شواقيل اثنين عبطول شقار قادل وشنوب على الواد الابيض شقار طور هذا هو اللي فيه ما فيه الإمارة البراك الذي قد ظهر فيهم فتاة غريب وعجيب قالوا لا صهر ولا ماش حق الله كان يقرأ على والدنا سبحان الله العظيم و تقانت ما يبعيد كيف قلنا قبيل قريب وسمع في الليل مطية عند الخلطة حمحم قال تمونك تقال تقانت يسمع حد الهول ويرشع وخاصة الشمال بعد على بالي هو سامع لأن خالق قافلو فطقاله الطير شمر وشبه هذو الإيقاعات الاثنين شور يعود إله عنده إيقاع يدزن عليه وإيقاع آخر في الاثنين
وقال قال سابق ذاك إله لم ليلى حادي الطير شمر شلبتو؟ قالها من العكار والناس تبالي عنها فوت 15 ليلة نص الشهر يلا علي مثقل نص الشهر من العكار يلا علي مثقل نص الشهر من العكار العكار والناس تبالي عنها فوت 15 ليلة نص الشهر يلا علي مثقل نص الشهر من العكار يلا علي ومشي اختير ركب على فراس مرابط وحكبت ليل اختير ينص للقاب وجبت واخر الوقت ونبحوا الكلاب عند الهول وعقب بعد لا ادخل ذو القاف لا يراد من الاعجاب به يا غير الشور وزن الهيمة ذاك وهم ينبه على ذاك ان بعد يعاد القاف له الاله يعود عليه ادربتو يعود عنه ما هو ساي قال قال القاف هذا الشور قال زين من قفان وشمر ليلة نص شهر باتصال اذا كان قوال ولا صهر زين حتى زين حتى اذا كان قوال ولا صهر ما نعرف قاع كان موزون هذا ضبطت التركه ضبطوني يشيل ذا انت الاتصال هذا هون هذا ركت اياها كامل ما شاء الله جيد ونعرف عنه يا غير انا كيف عني قبيل قلت للراي العام حكيت له ذاك القاف اللهم ودي معني الله نقبل الجلسة توفى قال المغني حد المغني عندي عنود بالليلي برحتوا له بنت النجم عند غريد العرش تخمامي بالتلاب عظم ولا قيش ما انا الله ماني متخمم برحتوا له بأمي عزمي كنت لا متنتو ايه ما هو في كان ولا غير الحق العظيمة لنا والقضاء ولله لا اله الا الله شاعر كبير لا اله الا الله مزيان ما نعرف كيف بدأنا يكون ام اللي له نسول في النهايه عن هذه الطلعه شنو معنى عنها ما قطع علم بها الراي العام اراعي ذاك يجرف النابي فوق غرف والله عنه عن طرف والله زاد في بلو متفقد من الدغرف باتوا فيه وظلوا والتلين اللي عزمت عني نتصلوا غير قعدت وطيحت الشرف على ظلوا استاذ الناجي هاي الطلعة الجميلة من اللي بتيت الناقص اللي فيها تخليد هذه الأرض اللي لاهي نختم وركت إياها بحديث عنها من عقبنا احنا نجبروا من الحمد لله عقدنا عنا نحن ملاهي نعلموه للرأي العام عنكم انتم ملاهي هذا الورقة العزيمة اللي قالوا بالليل يعني الحقت العزيمة تلنا ورقضاء ويدا انتم لماذا ما عرفتوا قبال مانكم هذا ترادي روعة وجمال اللي مانكم قادين تقطعوا هذه هي الشأن المبدع والأديب على بل ذاك الجرف وهم اللي أقبتوا في الأخير غير قعدت وطيحت الجرف على ظلو المش بطيحوا جرف على ظلو يا سيد لا لا نطيحوا جرف على ظلو لا طيب هذه الطلعة الجميلة اللي من إنتاج شاعرنا متنبي موريتانيا اللي كيف قلت لكم تعرفوه في ساحات الفصحى يا غير مولي راهو هو مولى راعي ذاك الشرف النابي فوق قرف أنا أختير عنه القاف والله عنه عن طرف والله زاد في بدلو تفقد مد ظرف بعتوا فيه وظلوا فتلين اللي عزمت عني نتصل له غير قعدت طيحت الجرف على ظلو احنا الوقت زاد احنا الله يطيحنا الجرف ذاك على ظلو في هذا الحديث الممتع مع متنبي موريتانيا المفكر والشاعر الاديب ناجي محمد امام ناجي كلمه خيره شكرا جزيلا لتلفزه البلد القناه الموريتانيه شكرا للشباب اللي اشرفوا على هذا التسجيل وصبرونا والشكر كل الشكر لصديقنا واخونا وزميلنا ورفيقنا وكل ما يمكن ان يقال في العلاقه بين اثنين توحدا في حبه صلى الله عليه وسلم الحمد لله
والإيمان بالله تبارك وتعالى الحمد لله. وحب هذا الوطن وتاريخه وإبداعات أهله وأرجو ألا أكون قد أثقلت على نظارة هذا البرنامج المعروف بلباقة صاحبه أستاذنا المربي الكبير والمبدع والمبدع مرتين الأستاذ أتقان ولا النامي، ولهين طيح حجره على ظلو لا يعرف ما تقريت على نهط العلي اختير عنها ربي دريت من أجلاش اليوم ويام السلامة والنكدة والتجلاجلاج برتو يوم القيامة. الله أكبر رأى وشمال. الله يختم لنا ولكم بالسعادة ويطولها بينا وبيكم. أمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ويسر لبلدنا. أمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ياسر من وسائل النهوض والرقي. أمين اللهم صل. فإن هذا الشعب الجميل جدير بحياة حرة كريمة يواصل فيها إبداعه. وشكرا جزيلا مرة أخرى. الله يبارك فيكم. الله يبارك لنا فيكم والحمد لله. كيف قلنا عن هذه الليلة الحمد لله إضافة إلى العاد فعلا بشهادة شاعرنا الكبير وشهادة نحن موقع عندنا عن جلسات ظرافة حتى ملي هذه الليلة إضافة في الظرافة إضافة في الإمتاع إضافة في المؤانسة وإحنا شاكرين شاعرنا الكبير على هذا الوقت اللي منحنا على الرغم من مشاغله وفي هذا البيت الكريم المضياف وفي الأخير نحن شاكرينكم ثم يا الفنيين وشاكرين كل طاقم اللي رافقنا لإنجاز هذه الحلقة وإن شاء الله تعالى في جلسات قادمة فكونوا في الموعد بإذن الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.